ايه الخطة لملف الكورة باللي احنا شايفينه ده؟ طبعا اكبر مشكلة في كرة القدم حاليا هي الملف رفع القيد، صح؟ الايقاف بتاع القيد. الاهم من كده، انا ابتديت كلامي ان اهم من الاموال ادارة الاموال، صح؟ طيب لما انا ارفع القيد، هل اروح ادفع كل الفلوس دلوقتي وما اعملش بيها حاجة؟ او يعني قصدي مش عارف اجيب لعيبة، مش عارف اعمل حاجة. فلازم اختار التوقيت اللي انا هرفع فيه القيد بحيث ان انا اعمل تدعيمات للفريق. انا من النوع اللي بشوف ان التدعيمات بتاعت يناير مهمة، بس بجيب تدعيم واحد اتنين، لكن السكواد الكبير بقى ايه بيبقى. فلازم هنشوف البوزيشن بتاع الفريق ايه في التوقيت ده عشان ندفع الفلوس دي عشان نجيب اللعيبة ديت، ساعتها يبقى تدفع الفلوس في التوقيت ده. اعتقد نادي الزمالك يليق بمحترفين مستواهم اعلى، يليق باسم نادي الزمالك. وان كنت انا فنيا معترض تماما على موضوع 5 محترفين في الفريق، انا للاسف ما اعرفش الاتحاد بيفكر ازاي ان في كل فريق يبقى فيه 5 محترفين بيقعدوا 5 مصريين بره في كل الفرق، وطلع ان في واحد في الناشئين كمان ممكن يلعب فوق. فين اللعيبه المصريين؟ فين منتخب مصر؟ طبعا انا مش ضد الاحتراف، لكن ممكن يبقوا 2 واحط لهم اشتراطات ان دول لازم يجوا من كاتيجوري وتصنيف عالي عشان يرفعوا لي المستوى، لكن احط 5 اجانب وانا عندي اصلا ازمه دولاريه اقتصاديه رهيبه كل سنه وكل شهر الدولارات دي بتطلع بره البلد. المنتخب فين المنتخب؟ هل انا دلوقتي انا اسف اقارن بمنتخب السنغال؟ صح؟ منتخب المغرب، منتخب غانا، منتخب نيجيريا، لا الناس دي متهيألي فرقت عننا شويه. لكن بالتعاون مع الاتحاد كرة القدم والتنسيق ونوصل لهم فكرنا ان شاء الله، وفي نفس الوقت ندعم فرقتنا بحيث انها على جميع الاحوال تنافس في جميع المستويات ان شاء الله.